اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما قلنا قبل الفاصل النهارده هنتكلم عن المشروعات الصغيره والمتوسطه. مشرفانا في الاستوديو نيفين هانم جامع وهي الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. نيفين هانم اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا يعني بقول لك مبروك وفي نفس الوقت بقول لك الله يعينك، ولكن المسؤوليه ثقيله والبلد محتاجاها قوي في الفترة الحالية، النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وانا هقول لحضرتك هي مهمة ثقيلة ولكنها مهمة شيقة ومهمة ممتعة، لان انا في الاخر ان شاء الله هيكون الجهاز سبب رئيسي في تنمية هذا القطاع على مستوى مصر كلها. حلو. النهاردة كنت بتكلم في المقدمة بتكلم على موضوع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان اقتصاديات العالم الكبرى قايمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني لو بصيتي على اليابان لو بصيتي على أمريكا، يعني حضرتك أدرى مني في هذا المجال. وفي مبادرات هامة وشيقة وأساسية ومن غيرها العملية ما تنفعش، اللي هو زي مبادرة ال 200 مليار جنيه مثلا. عفوا. ولكن لما بنبص على التقدم اللي حصل في هذا الملف، يعني التمويل اللي اتاخد من المشروعات الصغيره والمتوسطه اقل بكثير مما كنا نطمح اليه لتشجيع تلك المشاريع، هل هو الموضوع بس في التمويل؟ لا. حضرتك حطيت في كلام سيادتك على محور هذا القطاع. محور هذا القطاع اقتصر الرؤية في السابق لي ان هي مشكلته مشكلة تمويل. هي ليست مشكلة تمويل، لان مشكلة تمويل ممكن بنحلها زي ما حضرتك قلت بسعر مميز، بإتاحة الأموال، بإتاحة برامج تمويلية. لكن انا لو جيت بصيت على تنمية هذا القطاع، ولو حضرتك تلاحظ ان احنا بنقول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وليس قطاع التمويل وليس تمويل المشروعات. التنمية ليها أكثر من بعد علشان تكون تنمية حقيقية. أنا لازم أشوف الأول احتياجات البلد من هذا القطاع إيه. احتياجاته أساسا إن إحنا عندنا لدينا الكثير من الشباب، والشباب إحنا بنعتمد عليهم لأنهم فعلا الأساس لتنمية هذا القطاع، لأن اهتمامنا الأساسي بأن الشاب ايا كان بيتخرج من التعليم الفني، من التعليم العالي، من التعليم المتوسط، عايزاه اخده في طريق انه ما يبقاش يبحث حضرتك عن الوظيفه، سواء وظيفه قطاع خاص او قطاع عام او حكومه. عايزه نربي عنده او نخلق عنده نوع من التوعيه ان هو يلاقي نفسه في اقامه مشروع خاص بيه. رياده الاعمال يعني. فكرة العمل الحر نمره واحد. ان احنا بنبتدي ودي كنا بادئين فيها قبل كده كصندوق اجتماعي، ولكن نظرة الجهاز نظرة أشمل ونظرة أعمق. إزاي حضرتك؟ إن إحنا نشأة الجهاز أساساً أحدي حضرتك بس نقول إن هي جات منين؟ جات من إن وجد إن إحنا لدينا الكثير من الجهات بتقوم بنفس المهام ولكنها مهام متفرقة. مجلس التدريب الصناعي بيقدم برامج تدريبية متميزة جداً، بيقدم حضرتك برامج تشغيل وبرامج تدريب من أجل التوظيف، بيقدم حضرتك برامج تنمية مهارات، برامج حرفية، حاجات متخصصة. على الجانب الآخر ألاقي الصندوق الاجتماعي كان من أحد قطاعاته تقديم التدريب وريادة الأعمال والاهتمام بالإنكيبيتر. على الجانب الآخر لدينا المراكز التكنولوجية تبع وزارة الصناعة، مراكز مجهزة تجهيز على أعلى مستوى متخصصة. لدينا مراكز منتجات الجلود للبلاستيك، هناك مركز تحديث الصناعة لديه الكثير من البرامج ومن الخدمات الغير مالية اللي بيقدمها. كلهم شغال لوحده؟ بالظبط، مش شغال لوحده حضرتك، هم شغالين كلنا، احنا كلنا شغالين وبسياسة وبمنهج. بيشرف علينا، كان احنا كنا في السابق بيشرف علينا المهندس طارق أبيل وزير التجارة والصناعة. لقينا الجهود، انا بعمل شغل وده بيعمل شغل، جهود متفرقة. فتخيل حضرتك، فمن هنا بدأ فكر الجهاز، نوحد الجهود من حيث المبدأ، الجهود اللي احنا كلنا نقع في نطاق إشراف واحد. وفي نفس الوقت فنشأ فكر ان احنا الجهاز يحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويتم دمج
مجلس التدريب الصناعي يتم دمجه بالكامل، ويتم دمج بعض القطاعات اللي احنا نحس انها بتخدم مجال تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. في السابق كان كل يهتم بالمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ولم يتطرق الاهتمام للمشروعات المتوسطه. كنا المشروعات المتوسطه دي منطقه جراي ما بين. طب اسمحي لي هنا بس هقطع حضرتك. هو انتوا وصلتوا لتعريف المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ مين اللي بيدخل تحت الصغيره؟ مين اللي بيدخل تحت المتوسطه؟ وصلتوا لده؟ وصلنا حضرتك، كان في حضرتك كثير من اللقاءات والاجتماعات نتج عنها تعريف صدر من البنك المركزي في نهاية 2015. بس كان في اعتراض على التعريف ده؟ كان في اعتراض حضرتك، ولكن هو تعريف واقعي، لأنه كان حضرتك بيعرف المشروع بناء على حجم مبيعاته وليس رأس المال. احنا كنا قبل كده لدينا قانون بيعرف المشروع الصغير ومتناهي الصغر بحجم رأس المال، كان يقول لك المشروع الصغير، وما زال شغالة بيه أنا لغاية الآن في سبيلي لتعديل القانون، في فريق عمل مختص متكون إن احنا بنعدل علشان نتواكب مع اللي بيحصل، وفي نفس الوقت نبقى تعريف واحد. ما ينفعش ان انا البنوك تشتغل بتعريف وجهاز تنميه المشروعات تشتغل بتعريف وجهه ثالثه تشتغل بتعريف. حضرتك عمر ما هيحصل نوع من التنميه اللي احنا بننشده كل واحد فينا شغال في طريق. صحيح. احنا في مرحله محتاجين فعلا ان احنا كلنا نتكامل، وانا الحمد لله ده بيحقق ده وده مش راضي اقول لحضرتك توجه استراتيجي لينا. يعني احنا اولوياتك ايه؟ اولوياتي بدايه التعريف الموحد. خلينا مع حضرتك نحن لازم نتفق على تعريف موحد. خدنا طبعا برؤيه البنك المركزي، لكن في تعريفات دوليه. انا هقول لحضرتك حاجه، انا التعريفات الدوليه بتحط لك معيار ولكن ما بتحطلكش مبالغ ولا ارقام. فالمعيار بيقول لك يستحسن ان انت تبص على دوره المبيعات، لان عمر ما راس المال بيقدر ان هو يحدد لك فعلا هل هذا مشروع صغير ولا متناهي ولا متوسط. لكن حجم مبيعاته هي من تحدد. حجم العماله احنا حريصين جدا ان احنا المشروع يتم تعريفه بحجم العماله المحققه ليه، لان انا الغرض من اقامه هذه المشروعات بغض النظر طبعا التنميه، الغرض في الاساس توفير فرص عمل. عشان كده دخلنا حضرتك شريحة المواصلات، لأن عشان أدور على التنمية الشاملة، وده كان حقيقي توجه محمود من معالي المهندس وزير التجارة والصناعة. لو أنت اقتصرتي على تمويلك، وأنا كنا قبل كده كل خدماتنا سواء تمويلية مالية أو غير مالية تقدم مشروع متناهي الصغر والصغير، وقفت عند كده. مشروع الصغير ده لازم يوصل لمرحلة أن هو يكبر يصل المشروع المتوسط ويجد الدعم من الدولة، لسبب المشروع المتوسط ده والصغير أحيان كتير جدا احنا في وارداتنا بنستورد حضرتك حاجات صناعات بسيطة جدا من السهل جدا الاهتمام بيها وان انا اصنعها داخليا، وبالتالي ما اضطرش ان انا استوردها وما اضطرش ان انا اطلع عملة صعبة ليها. خلي الكلام ده في الصناعات اللي احنا بيصعب علينا ان احنا نصل اليها او نرتقي بيها او ان هي تكون بالمستوى المطلوب لدينا. ابتدينا وضع التعريف ان احنا بنتفق عليه، يبقى واحد من اولويات التعريف. تعريف واحد، وده ان شاء الله يعني خلال لا ده انا نتكلم انا هقول لحضرتك حاجه. قرار انشاء الجهاز طلع يوم 24/4. احنا بنشتغل من قبلها، من قبل 24/4. يعني هيبقى عندنا تعريف امتى؟ هو في تعريف حضرتك البنك المركزي. لا، التعريف بتاعنا لما يقرر القانون بتاعنا. فاحنا القانون احنا وزن ده داخل الدوره الجايه بقى ان شاء الله. طيب يبقى واحد تعريف من الاولويات. اثنين تعريف ويتبع التعريف سياسات وتشريعات. مش مجرد تعريف بس. احنا حضرتك بنعمل على تطوير سياسات وتشريعات لهذا القطاع بالكامل بالتنسيق طبعا مع الجهات المختصة مع الوزارات المعنية. نمرة اتنين، عندنا اهتمام خاص برواد الأعمال، بحاضنات الأعمال معايا حضرتك، بترسيخ فكر ريادة فكر العمل الحر. كل ده حضرتك برامج متكاملة. يبقى في البرامج، في البرامج وفي السياسات. السياسات هتتغير، مش هيبقى انا مش هدفي برضه. انا هوضح عليك حاجه، الجهاز له دورين، له دور تنسيقي ودور تنفيذي. الدور التنسيقي ان انا عليا من ضمن محاور اهم المحاور التنسيق مع جميع المبادرات العامله في هذا المجال على مستوى جمهوريه مصر العربيه. مش لازم يكون خارج من عندي انا، مش لازم، بس احنا بنهيئ البيئه المناسبة لكل المجالات بحيث ان احنا يبقى زي ما قلت لحضرتك فيها نوع من التكامل، لان احنا محتاجين هذا التكامل. البنوك بتقدم التمويل للمؤسسة، على الجانب الاخر انا ما فيش ما يمنع نهائي
لو في معوقات في تنفيذ المبادرة أو ما فيش، هي مش معوقات قد ما احنا طموحنا أكتر من اللي موجود حضرتك. فإحنا داخلين معهم بالتنسيق معهم إن أنا ممكن أعمل دورات تدريبية لمن يريد، إزاي فكرة مشروعك، كيف تبدأ مشروعك، إن أنا أأهله العميل اللي هو مجرد إن أنا بديله خدمات غير مالية، بيروح حضرتك يتوجه بعد كده البنك ياخد من المبادرة، مش لازم بقى ياخد من خلال الجهاز. أنا أنتوا بتأهلوه؟ أأهله، وده دور ليا أساسي، أأهل العميل بحيث حضرتك لما بيروح البنك يبقى العميل البنك قدامه واحد عارف فكرة المشروع، مدياله دراسة من حيث المبدأ ازاي يدير مشروع، ازاي يمسك ماليات، لان حضرتك كتير جدا ممكن يبقى خريج معهد او خريج جامعة لكن ما عندوش فكرة، ما يعرفش يمسك، ما يعرفش يدير مشروع، عنده فكرة هايلة، عنده طموح حضرتك معايا حضرتك. فاحنا بنأهلهم ان هو من حيث تدريب، من حيث تأهيل لو محتاج برضو تأهيل متخصص، تأهيل مهني من خلال البرامج المتاحة من خلالنا. ده حضرتك المحور التاني. المحور الثالث ان احنا بنراجع البرامج التمويلية والمنتجات التمويلية. احنا مش مجرد ان احنا مجرد القروض النمطية، ياخد قرض فترة سداد وفترة سماح وخلاص على كده، لا، ان احنا بنشوف حضرتك منتجات تمويلية تتناسب مع معطيات السوق. بنشتغل على تمويل رأس المال المخاطر، ان انا اخش اساهم مع مجموعة الشباب، مش بديهم قرض لان ممكن المشروع في الاول ما يستحملش انه ياخد قرض، فكرة جديدة مش عارفين مدى نجاحها. فالشباب دايما يبقى عندها نوع من المخاوف انها تقدم على هذه المخاطرة. لا يعني انا لو عندي فكرة وجيت لحضرتك وقلت لك الفكرة ومش قادرة يعني توصلي لدراسة محددة ليها، ممكن تدخلي معايا في المشروع؟ هوصل الأول لدراسة وهنشوف تقريبا عوامل نجاحها، وإذا لقيناها إلى حد ما مطمئنة ولكنها في قدر من المخاطرة، واسمه رأس المال المخاطر، حسب نسبة المخاطرة بالظبط حضرتك، أدخل معاك حضرتك. تدخلي معايا تبقي شريكة؟ أبقى شريكة معاك في مكسبك. يعني ده كمان وفي خسارتك. ماشي، بس هو انتوا مش هتدخلوا في حاجة مش مدروسة يعني. لا طبعا بتبقى مدروسة، بتبقى مدروسة. فإحنا بنساعد، ده مصدر من مصادر التمويل بالنسبة لكم كمان. بالظبط 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 حضرتك، أنا بخش بشجعهم. واحنا التمويل ده او المساهمات دي بدخل فيها دايما في المشروعات الابتكاريه، ما بخشش في مشروعات نمطيه. مشروع النمط يا حضرتك معروف، اللي عايز يفتح عنده مشروعات شبيهه او مماثله. بخش في مشروعات ابتكاريه، مشروعات توليد طاقه، مشروعات حضرتك انا في مجموعه من الشباب لسه مطلعين لهم موافقه، عاملين تعاقد مع شركه المياه والصرف الصحي في محافظه كفر الشيخ، من المخلفات بياخدوها حضرتك وبيعملوا لها تطوير تدوير بالظبط كده. لا مش تدوير، مخلفات الصرف الصحي، الميه بيطلعوا منها جاز معين بيقدروا ان هم يولدوا منه نوع من انواع الطاقه، وعامل كونتاكت بايو فيول. بالظبط بالظبط، ده مشروع هايل وحاجه انوفيشن، حاجه جديده. انا بس عندي لما بسمع كلام حضرتك كلامك مشجع للغايه. والله واقع يا فندم. ما هو ده اللي عايز اوصله. الشباب لما تتكلمي مع ناس كتير بيبقى عندهم مشكلة في البيروقراطية، بيبقى عندهم مشكلة في التواصل مع، أنا ما بتكلمش على الجهاز طبعا، الجهاز لسه بادئ يعني. بس تعالي نتكلم على الصندوق الاجتماعي. لا ما أنا مش عايز أتكلم على الصندوق. لا أنا قصدي كتجارب، كتجارب في الواقع لما باجي بحتك بقى بالحقيقة. أنا حضرتك بتواجه بمشاكل. طب ما هو عشان كده لو اتواجهت بمشاكل أكلم مين؟ ما أنا هقول لحضرتك، ما إحنا عشان كده عملنا الجهاز. علشان برضو أكيد الصندوق كان فيه الكثير من السلبيات، لازم أعترف. في كل حاجة فيه سلبي وفي إيجابي. معايا حضرتك. ما احنا عايزين نعمل تنمية، فانا لو فضلت السلبيات شايفاها وعاملة نفسي كده مش واخدة بالي او بحلها على قد ما اقدر، او مجموعة الشباب اللي تعرف توصلي او تعرف توصل لحد هاد عندي، لا ده مش حل حضرتك. لكن من المفترض احط سياسات واضحة، احط حضرتك معايير واضحة، بحيث ان حضرتك مجموعة شباب بغض النظر عن فين او اكس او كذا عندهم المشروع يبقى عارف اللاين اللي هيتقدم له. لو قابلته معوقات يبقى عارف برضه ان هو هيتوجه معلش بالاستفسار او بالشكوى مثلا لخدمه العملاء رقم كذا، يبقى في مجال. هو ده لازم أنا بقول يبقى في اولويه. ازاي انا جات لي مشكله، ازاي حضرتك أعرف كرئيس الجهاز تعرفي المشكله اللي انا واجهتها علشان تتحل؟ انا الى حد ما
بحاول اعرفها، بس انا مش عايزه امشي على هذا النسق. ليه حضرتك؟ لان احنا عايزين نتوسع، مش عايزه اخدم زي ما كان في السابق بخدم ال 15000 عميل او ال 15000 مشروع كنت بمولهم كل سنه، مركز التدريب الصناعي برضو 3000 4000. لا انا مش عايزين كده، احنا عايزين نتوسع على مستوى مصر كلها. فلو اشتغلت بالمنطق ان انا لازم اعرف عشان احل المشكله، انا عندي من الاساس من المفترض وده اللي احنا بنشتغل عليه، لا انا احط البرامج اللي هي ان شاء الله ما توصلوش ان يبقى في مشكله، يعني احط اليات واضحه، احط سياسات واضحه من الاول، بحيث ان هو حضرتك اما يدخل كان بيحصل في السابق، وانا مش عايزه اقول ان احنا كان بيحصل، كان عندنا الكثير من النجاحات برضو طبعا، لكن اللي طبعا كان بيحصل حضرتك ان ممكن يخش يطلبوا منه حضرتك 10 مستندات. دايما كنا ننوه يا جماعه المستندات يتم طلبها وفقا لطبيعه المشروع ومره واحده، ما يعني ينفعش تطلب منه. بتتعامل بالورق امبين هنا؟ لسه للاسف اه. في الجهاز يعني الجديد هيبقى نفس الحكايه؟ لا ان شاء الله لا. ما لسه دي المرحله اللي داخله حضرتك عليها. لا ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. لكن مثلا يجي يقول لك ايه، هات انت ليك اربع طلبات او خمس طلبات اطلبهم مره واحده، لكن اللي يحصل ايه حضرتك؟ يطلبوا طلبين، يجيب الطلبين يقولوا له يا خبر ده في ورقه ناقصه، يروح ويرجع، على ما حضرتك يروح ويرجع يكون الورقه اللي قدمه في اول مره تقادم، بتحصل مشكله وبيحصل، مش ما كانش بيحصل، بس برضو كان على الجانب الاخر في ناس كانت بتقدم الورق كله مستوفى من الاول والدنيا تمشي. فانا بتكلم على التعميم، مش عايزه اصل لمرحله اني اجد مشكله فيقوم يلجا ليا او يلجا لاحد من زمايلي. لازم يبقى في منظومه للتواصل معاها لحل المشكلات، لو في مشكله انا ما دي اكيد مش هتعملي. لا 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 دي موجوده. لا 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 ازاي يا فندم؟ دي بنحاول، ما انا بقول لحضرتك احنا وصلنا المحور الثالث ان احنا بنطور البرامج بتاعتنا، ان احنا زي ما بقول لحضرتك بنشوف منتجات جديده، احنا داخلين في نظام التاجير التمويلي، بنعمل اكثر من اتفاق مع اكثر من شركه لتشجيع تاجير التمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه، ان احنا بنعمل منتجات في بعض الاموال بيكون متاحه لينا من دول منحه بالنظام الاسلامي، فبشتغل ببرامج اسلاميه ليها برضو لديها بعض الاقبال المرابحه والمشاركه، بحيث ان انا اتيح جميع انواع التمويل للراغب. بالظبط كده. هكلم بقى حضرتك عن موضوع سعر الفايده وتاثيره يعني علشان الجهات التمويليه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني مشرفانا النهارده الاستاذه نيفين جامع، رئيس تنفيذ الجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. خليكم في اسواق واعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. بنتكلم عن مشروعات صغيره ومتوسطه. الشباب بتاعنا يعمل ايه؟ مشروعاته اللي يقوم بيها، لو قام بيها يقوم بيها ازاي؟ يروح لمين؟ يكلم مين؟ مشرفانا في الاستوديو النهارده الاستاذه نيفين جامع، وهي الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. نيفين هانم، اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. اهلا بحضرتك. قبل ما ادخل على موضوع سعر الفايده وتاثيره على الجهات التمويل والكلام، ان انا عارف ان هو بالنسبه لمبادره 5% دي ما تاثرتش، ولكن بالنسبه لجهات التمويل بقى ده موضوع تاني. الناس بتدي فلوس عايز تكسب في الاخر. انما قبل الموضوع ده، من ساعة لما انشأتوا الجهاز عملتوا ايه؟ احنا بعد قرار انشاء الجهاز طلع حضرتك في تشكيل مجلس الامناء، وده برئاسة معالي رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين اللي هم ليهم علاقة بتنمية هذا القطاع، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وزير المالية، تخطيط، التنمية الإدارية، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ده في مجلس حركة الأمم. وبعدين حضرتك اشتغلنا على تشكيل، تم إعلان مجلس إدارة لهذا الجهاز.
برئاسة مهندس طارق أديل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وكن حريص أن تشكيل المجلس يضم الخبرات المعنية بهذا القطاع، وتكون معظمها خبرات من قطاع خاص يعني إلى حد ما. لكن طبعا كان معانا ممثل من البنك المركزي، معانا ناس رجال أعمال ليهم اهتمامات بالتمويل المتناهي الصغر. بصراحة يعني تشكيل متوافق. في خبرات؟ خبرات، كل خبرات غير دول يعني، في خبرات، في خبرات في المجال. في بقى حضرتك تم إطلاق مجلس استشاري في تقريبا 15 عضو، كله حضرتك خبرات شغالة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استشاريين هيدونا حضرتك الرؤية، بيدونا نبض الشارع زي ما بيقولوا، بيدونا خبراتهم السابقة وخبراتهم الحالية لتنمية هذا القطاع. هيبقوا على طول احنا معاهم في تواصل مستمر، عشان ابقى عارفة ان احنا ماشيين. يعني انا لو عملت شغل حلو قوي ورجل الشارع والمواطن البسيط اللي بتاع ما حسش احنا عملنا ايه، انا ما عملتش حاجة. حتى لو انا يعني في وجهة نظري عملت اهدافي، دايما ان لما بنقدم حاجة يبقى احسن من اللي موجود، انما مش احسن حاجة موجودة في العالم. بنحاول نوصل بالخبرات الدوليه الفكر طبعا ده طبعا، نشوف العالم وصل لايه ونبدا من المنطقه دي، ولا اهو بنحسن؟ لا يا فندم، لا والله، لا احنا بنبدا زي ما حضرتك بتقول. بدليل انا هقول لحضرتك حاجه، مجلس الاستشاري ممثل فيه في مجموعه من الدونر ممثلين معنا في مجلس الشير من اللي هم الدول المانحه اللي هم ذوات الخبرات الدوليه، عشان برضو نستفيد بخبراتهم. مش هقعد اشتغل على النطاق المحلي، وزي ما حضرتك بتقول انا بقدم حاجه فانا هتحسن شويه بقى مش وحش، لا احنا عايزين نصل لاحسن حاجه، او نبتدي من احسن حاجه علشان اصل للنتيجه فعلا اللي احنا بنترجاها، مش مجرد ابقى انا عملت مسمى ولا مجرد ان انا ادمجت بعض الكائنات، لا احنا عايز اعمل تنميه حقيقيه في هذا القطاع. لان زي ما حضرتك نوهت في الاول، القطاع ده من اهم القطاعات لتنميه الاقتصاد بصفه عامه. بلاد كتير جدا حضرتك قامت بتنميه قطاع المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، بيستوعب عدد لا حصر له من العماله. مشروع متناهي الصغر ده حضرتك ممكن بنوظف فيه او بيشتغلوا فيه في نسبه كبيره جدا من السيدات على فكره. نسبه كبيره من السيدات اللي هم بيكونوا في محافظات الصعيد اللي مش متاح عندها ان هي تخرج بره بيتها تشتغل في اي مكان نظرا للتقاليد. بمناسبه الصعيد، انا من سوهاج. احسن ناس. طبعا. تمام. عايز اعمل مشروع في بلدي. قوي. اعرف بلدي دي ايه المقومات اللي عندها وايه المشاريع اللي مطلوبه فيها ازاي؟ عاملين خريطه استثماريه صناعيه، وزاره الصناعه انتهت منها، مجهود اكثر من رائع حقيقي، موجوده على الويب سايت لوزاره التجاره والصناعه. ايه ده؟ وزاره التجاره والصناعه عملت ويب سايت فيه كل في حضرتك خريطه استثماريه، حضرتك تدخل عليها، تخش حضرتك على المحافظه، ومن المحافظة تخش حضرتك على المركز، تخش حضرتك تعرف مدى احتياج انت. سي مثلا حضرتك هتقولي عايز اعمل مصنع غزل ونسيج في المنطقة الفلانية، حضرتك تخش على المحافظة وعلى المركز فتجد هل فعلا المحافظة او المنطقة اللي حضرتك داخلة لديها احتياج لهذا المشروع ولا لا. ايه ده؟ ممكن تلاقي حضرتك في احتياجات اخرى يقول لك لا انت ليه تعمل غزل، اعمل زراير، احنا لدينا احتياج لمصنع زراير، احنا لدينا يعني احتياج لمصنع مسامير. احنا عملنا الموضوع ده معمول وحطيناه في الدرج. لا يا فندم، يعني مش الدرج. انا اول مره انا يعني ادعي ان انا مهتم شويه بالاقتصاد، هل ممكن ان الموضوع يتعمل زي ده وما يتمش الترويج لي؟ يعني الناس النهارده، الناس اللي في المحافظات لما تسمع ان وزاره التجاره والصناعه عملت ويب سايت فيه كل الفرص الاستثماريه الصناعيه في كل محافظه وفي كل مركز، ده اداه في منتهى الاهميه. مش مجرد حضرتك مجرد ما تروجتش يعني فين هاني، ما اعلنش عنها ولا اعلن عنها؟ اعلن ونعلن تاني. لا يا فندم، لا يعني موضوع زي ده عايز بالزبط. عايز هيصه، ده موضوع في غايه الاهميه، الترويج. يعني مش يعني انا متفقه مع حضرتك، بس زي ما تقول حضرتك بمبدا بنشتغل، لكن انا متفقه مع سيادتك. يعني احنا بنطلع بننتقد الحكومه كل شويه، ده ما اتعملش، ده ما اتعملش، ده ما اتعملش. لما يبقى في مجهود زي ده اتعمل وما يتمش الاعلان عنه، بس هقول لحضرتك حاجه، مش وزاره الصناعه الكثير من المجهودات والكثير من التحضيرات، وما عندناش حاجه بتتاخد كده. معانا المهندس طارق متابعه، انا مش راضي اقول لحضرتك انا احد الجهات
اللي بأشرف برئاسته، ولكني جهة مش عايزة أعدلك بقية الجهات، ولكنه دايما على تواصل مستمر. أنا مش هقول لحضرتك، مش هقول لك لا أسبوع كده، ممكن يكون شبه يومي لما تم إنجازه، لسرعة الإعلان، لسرعة الإنجاز. الوقت عنده له ثمن، اهتمامه بتنمية الصناعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالتجمعات الصناعية اللي هو ما احنا شغالين مع هيئة التنمية الصناعية. مبارك. أيوة القصة برضو مش كلها الوزير، يعني هو الوزير ده الوزير طارق قبيل في حد ذاته ده ليه تاريخ في المجال الصناعي وراجل ليه قصص نجاح عالميا. انما ده في جهاز لازم يدعم. كلنا والله بنحاول، والله كلنا يا فندم. يعني انا بكلم حضرتك، انا هتكلم على الجهاز اللي انا. طب ارجوك بس انا عايز اركز في الحتة دي عشان نقول للسادة المشاهدين. في ويب سايت، في خريطة استثمارية صناعية على لينك وزارة التجارة والصناعة، موضح فيها جميع الفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى مصر، بوابة وزارة التجارة والصناعة. يبقى كل اللي عايز يعمل مشروع يروح لبوابة وزارة التجارة والصناعة. مشروع في لينك صناعي. مشروع صناعي طبعا. مشروع صناعي وزارة التجارة والصناعة. ده في غاية الأهمية. فيعني أرجو إن يتم الترويج ليه أكتر وأكتر، إن ده مهم، وده الأداة، أداة من الأدوات الرئيسية بالنسبة لكم أنتوا كجهاز. طبعا 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 طبعا. إحنا حضرتك بسبيلنا لإعداد بوابة لجميع مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وهيبقى فيها الكثير من المعلومات والبيانات، مش الشغل بتاعنا كجهاز ولا الشغل اللي يخص برضو أجهزة وزارة التجارة والصناعة، ولكن إحنا حريصين على جميع الكيانات اللي بتشتغل او اللي ليها باع في تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، بالاضافه ان احنا حريصين نقدم فيها بعض الخدمات التفاعليه عشان اخرج عن بره موضوع الورق، لان دلوقتي كل الناس بجميع المستويات كله معاه السمارت فون. بالظبط كده، بالظبط كده. نقدر بالظبط. كلميني بقى على قروض، في جهات منحه وفي جهات مموله، وفي قروض كتير بتتقدم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قد ايه وصلنا لفين؟ وموضوع سعر الفايدة الاخير ده اثر ازاي؟ لا احنا سعر الفايدة الاخير ده حضرتك ما اختصش بيه المشروعات الصغيرة ولا المتوسطة ومتناهية الصغر. صحيح. فاحنا بالنسبة لمبادرة البنك المركزي حضرتك هتلاقيها شغالة بنفس الريت 5%. احنا بالنسبة للجهاز انا ليا تكلفة اموال، بحاول بقدر الامكان ان انا اطلع بعض المنتجات ب5%، ولكن بخص بيها المشروعات الصناعيه، مشروعات التصنيع الزراعي، مشروعات اللي تكون فعلا محتاجه الدعم. لكن بقيه المنتجات عندي بتتراوح الاسعار من 7 لـ 9، لاني انا محدده بتكلفه الاموال، لان حضرتك زي ما تعلم جميع الاموال المخصصه ليا دي نتيجه اتفاقات دوليه من جهات مانحه. فانا ملزمه برد هذه الاموال. الاموال دي باخدها انا بسعر، ما بتجيش منح، دي هتيجي باخدها حضرتك قروض وبعيد تشغيلها. وبعدين السوق المساحه فيه متسعه. انا بقدم منتج ب7 و8 و9، وهناك على الجانب الاخر في منتجات ب5، وهناك برضو في البنوك في منتجات ب5، فالمساحه متسعه. عمر ما كان سعر العائد، الفروقات اللي بكلم حضرتك فيها دي، عائق في ان هو يحصل على التمويل بالظبط، ولا ان هو يحصل على التمويل المناسب. ولكن في بعض المواطنين بيتجهوا مثلا لهذا المنتج، شايف ان هو شروطه مناسبه ليه، ممكن تكون سعر الفائده فيه يختلف 1 و2% عن متاح له من بنك تاني او من جهه تمويليه اخرى مثلا، زي لكن يقول لك انا شروط السداد، فترات السماح مناسبه، في بعض الخدمات الغير ماليه هاخدها. في اولويات في تمويل مشروعات صناعيه، يعني مثلا هدي حاجه، مثلا مصر معروفه انها دوله زراعيه من قديم الازل، صحيح؟ هل النهاردة أنا بركز على مشروعات التصنيع الزراعي علشان يبقى بركز مكمل؟ بس للأسف ما بيعنديش من الجانب الآخر. أنا بركز وبدي بعمل برامج وبعمل كثير من التيسيرات، ولكن على الجانب الآخر اللي هم الشباب ما بحسش ان هم راغبين قوي في موضوع التصنيع الزراعي. ممكن يكون نوع من الخوف، نوع من الاستسهال في بعض الأحيان. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نروج لموضوع التصنيع الزراعي، وان انا دايما اربطه بان هو بعد ما هيصنع انا هربطك بسلاسل القيمه، انا هاخد منتجك ده هسوقه لك، انا هربطك ببعض الهايبر الكبير، انا لو في منتج كويس واقدر اساعدك في التصدير وانك انت تحسن تغليفه الباكينج بتاعه. ان احنا فاحنا بنقدم الكثير من الخدمات الغير ماليه علشان اشجع فعلا فئه الشباب. انا عايزه شويه نقلل من، احنا بنشتغل فيها التجاريه والخدميه، كل مصر شغاله فيها، ولكن التنميه الحقيقيه مش هتحصل الا بتطوير صناعه،
تصنيع زراعي ونشاط زراعي وثروه حيوانيه على فكره. يعني لدينا اهتمام خاص بالزراعه، احنا بنتكلم على زراعه ثروه حيوانيه، لدينا اهتمام خاص واحنا فعلا عاملين الكثير من التعاقدات مع مؤسسات ليها باع في رعايه الثروه الحيوانيه، وبنشتغل معاها ازاي بنظام الحاضنات، ان احنا فعلا بنستفيد بخبراتهم في احتضان مجموعه من الشباب، واحنا بنقدم لهم التمويل المتاح بدون اي مساهمه من الشاب، بيقعد في المزرعه ويتولى رعايه الماشيه الفتره اللي هي من 4 شهور ونص 6 شهور الدوره، بيسدد القرض بعديها، بنتولى تسويق هذه الماشيه عن طريق شركات متخصصه. عاملين حركة المشروع ده في محافظة الوادي، محافظة الطور، محافظة أسيوط، وفي توجه ان احنا نفتح. ما عملناش في سوهاج. دايما الواحد لما بيبص وهو جاي كده من الساحل الشمالي في الصيف، طبعا التين اللي بيتباع في الشارع، الزيتون اللي موجود، الطماطم اللي قاعدة بتتنقل وبتترمي في الأرض وفي الشارع، الكلام ده كله لما تيجي بره، حضرتك بتسافري اوروبا وبتشوفي، لما تيجي تشتري برطمان كده فيه 3 4 طماطميات مجففه وتتباع لك ب 4 يورو، 3 4 طماطميات مجففه. عندنا الخير كتير بس واحنا عندنا طوادم بتتباع لك مجنونه يا لا عندنا الخير كتير، محتاجين يبقى في سياسه تكامليه في البلد كلها علشان نوصل ل تشجيع زراعة ومن ثم تصنيع هذه المنتجات. بالظبط، مع حضرتك ده من ضمن المحاور اللي احنا بنشتغل عليها. زي ما قلت لحضرتك انا مش عايز اشتغل على الشغل النمطي كما سبق، لاني لو اشتغلت على الشغل النمطي بداية مش دي التنمية المرجوة، مش دي اللي احنا عايزين، وبالتالي يبقى انا انشأت حاجة ما عملتليش الاستفادة ولا ارض الطموح هذا الشعب ولا ارض الطموح الحكومة ولا ارض طموحنا احنا اصلا، ولا يعني احنا عايزين ننمي التنمية زي ما حضرتك قلت، زراعة نهتم بيها، صناعة، ان انا افتح له في مجال الزراعة حضرتك سلاسل القيمة. مش ما هو المشكلة في انه بيزرع وبعد ما يزرع يقول لك هودي فين؟ هسوق فين؟ فاحنا بنساعده في اقامة المعارض، بنساعده اصلا في ان المنتج بتاعه ده ينتج بطريقة تناسب التصدير، يعني ساعات المنتجات بتبقى اكثر من رائعة والتغليف تلاقيه حضرتك مش على قدر المستوى، وبالتالي تلاقي الجهة اللي طالبة ان هي تستورد ما ممكن انها تتراجع. لو شاب مبتكر من المبتكرين يجي على الدول بتتهافت عليهم، عيال صغيره، شباب صغير عنده 16 يعني ابتداء من 14 سنه فما فوق، لسه عاملين تواصل احنا النهارده مع مجموعه منهم، لسه عاملين تواصل يعني مهتمين بالملف جدا ده. جدا جدا. انا على سبيل المثال الدول بتسرق اختراعاتهم واحنا سايبين. انا هقول لحضرتك حاجه، لسه وانا جايه في طريق لحضرتك مجموعه من الشباب ولقيتهم بيعلنوا هندسه المطريه وعاملين مشروع رائع تدوير كويس، يعني مهتمين بالملف ده. نيفين هانم جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، اسعدتينا وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا يا فندم، انا سعيده أكثر. بشكر حضراتكم وبكره يوم جديد وبرنامجكم اسواق واعمال.